بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس 163. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المدبر والمكاتب وأم الولد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. مما يتعلق بالمماليك التدبير والمكاتبة والاستيلاد، وقد سبق أيضا العتق تعلق به من الأحكام العتق، وهذا سبق، والمكاتبة والتدبير والاستيلاد. عرفنا العتق ما هو، ما يترتب عليه. أما المكاتبة معناها أن يشتري العبد نفسه من سيده بمال يدفعه إليه ويعتقه، هذه المكاتبة. يشتري المملوك نفسه بمال، يشتري من سيده نفسه بمال يدفعه على أقساط ثم يعتقه. وأما التدبير معناه أن يعتق السيد عبده بعد الموت، يقول: إذا مت فعبدي عتيق. هذا هو التدبير، سمي بذلك لأن الموت دور الحياة، يعني بعد الحياة. والاستيلاد معناه أن السيد يقع مملوكته، تسرى بها، فتضع منه ما تبين فيه خلق الإنسان حيا أو ميتا، تضع منه ما تبين فيه خلق إنسان سواء كان حيا أو ميتا. هذه أم الولد، وحكمها يأتي أنها تبقى في ملك سيدها إلى أن يموت، فإذا مات فإنها تعتق. هذا ما ورد في هذا الباب، وهو المكاتب وأم الولد، والمكاتب والمدبر وأم الولد. نعم. عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار اعتق غلاما له عن دبر، ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم ابن عبد الله بثمانمائة درهم. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: فاحتاج. وفي رواية النسائي: وكان عليه دين فباعه بثمانمائة درهم فأعطاه وقال: اقض دينك. نعم، هذا الحديث يدل على صحة التدبير، يدل على صحة التدبير، وهو أن يعتق السيد عبده بعد وفاته. ولكن إذا كان السيد محتاجا أو عليه دين، إذا كان السيد محتاجا ليس له مال غير هذا العبد، أو كان عليه دين ليس له تسديد، فإنه لا يصح تدبيره، لأن وفاء الدين أولى من أو ألزم، وفاء الدين ألزم من العتق. وكذلك دفع حاجة السيد الفقير أولى من العتق. فهذا الحديث دل على مسائل: المسألة الأولى صحة التدبير والعتق بعد الوفاة، ثانيا أنه يشترط لصحته أن يكون السيد غنيا وليس عليه دين يعجز عن تسديده، إن كان فقيرا
محتاجا أو كان عليه دين يعجز عن تسديده فإنه لا يصح تدبيره. المسألة الثالثة، يدل هذا الحديث على أن التدبير يكون من الثلث، يكون من الثلث لأنه وصية بعد الموت، وما كان وصية بعد الموت فإنه يشترط أن يكون من الثلث ولا يخرج من رأس المال، بل يخرج من الثلث. إن وسعه الثلث أخرج، وإن لم يسعه أخرج منه بقدره وعتق منه بقدره. هذا ما يدل عليه هذا الحديث. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. أخرجه أبو داود بإسناد حسن، وأصله عند أحمد والثلاثة، وصححه الحاكم. نعم، عرفنا الكتابة أنها بيع السيد عبده نفسه بمال يؤديه على أقساط ثم يعتق، وأصلها في القرآن، قال الله سبحانه: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. الذين يبتغون الكتاب أي يشترون أنفسهم منكم بمال يدفعونه لكم ويعتقون، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والأمر هنا ما ليس للوجوب، الأمر هنا للاستحباب، لأن السيد بالخيار، إن شاء كاتب وإن شاء لم يكاتب، أن العقود لا بد أن تكون عن تراضي، لا بد أن تكون العقود عن تراضي، والكتابة عقد بيع فلا بد من التراضي. فقوله كاتبوهم هذا للاستحباب. إن علمتم فيهم خيرا أي صلاحا، أنهم إذا عتقوا يكونوا أهل صلاح وأهل استقامة، لأن هذا فيه إعانة لهم على الخير، الحرية تعينهم على عبادة الله وعلى نفع أنفسهم ونفع المسلمين. فإذا علم السيد من عبده أن الكتابة فيها صلاح له، فإنه يستحب له أن يجيبه إذا طلب منه ذلك. وإن علم خلاف ذلك، إن علم منه شرا وأنه إذا عتق سيكون ذلك شرا عليه وعلى الناس، فإنه لا يجيبه إلى الكتابة من باب سد الذرائع المفضية إلى الفساد. وقوله إن علمتم فيهم خيرا يفهم منه أنه إذا علم منه الشر، علم منه فسادا إذا عتق، فإنه لا يكاتبه ولا يجيبه، لأن الوسائل لها حكم الغايات. وفي هذا الحديث أن المكاتب يبقى قنا يعني مملوكا ما بقي عليه درهم من دين الكتابة، أنه لا يعتق إلا إذا سدد دين الكتابة، فما دام عليه منها شيء فإنه باق في الرق. المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، يعني ولو كان قليلا. نعم. أعيد الحديث. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. نعم، أنه لا يعتق إلا إذا أدى ما عليه من دين الكتابة، والكتابة عقد جائز، الكتابة عقد جائز ليست لازمة، فللسيد أن يتراجع، وما لم يسدد المملوك له أن يتراجع، والعبد أيضا له أن يتراجع، ولهذا قالوا له أن يعجز نفسه
لا وأن يتراجع. فعقد الكتابة ليس ملزما للطرفين، وإنما هو عقد جائز وهو باق في العبودية إلى أن يسدد ما عليه من الدين، دين الكتاب. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. هذا الحديث فيه مسألتان. المسألة الأولى فيه أن المرأة إذا كان لها عبد فإنه يكون من محارمها لا تحتجب منه، وذلك في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى قوله أو ما ملكت أيمانهن. فلا فالمرأة لا تحتجب عن مملوكها لأنه من محارمها ما دامت تملكه. وهذا الحديث، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، دل هذا الحديث على أن العبد إذا وفر وأحضر ما عليه من دين الكتابة كاملا فإن سيدته تحتجب منه لأنه عتق وصار حرا وخرج عن ملكها إذا أحضر ما عليه من الدين، ولو لم يسلمه فإنه يكون حرا ويكون أجنبيا من سيدته فتحتجب منه ولها أن تتزوجه بعد عتقه. هذا ما يدل عليه هذا الحديث. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يودى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذا الحديث فيه مسألة من مسائل المكاتب، وهي ما إذا جني عليه فقتل وهو مكاتب، فإن كان قد أدى شيئا من دين الكتابة فإنه يعتق منه بقدر ما أدى ويبقى عبدا بقدر ما بقي عليه من دين الكتابة، فيكون مبعضا، بعضه حر وبعضه رقيق، هذا هو المبعض. فإذا جني عليه وقتل وهو قد أدى بعض دين الكتابة فإنه يكون يعتق منه بقدر ما أدى، الربع أو الخمس أو العشر أو السدس أو النصف، بقدر ما أدى يعتق، ويبقى رقيقا منه بقدر ما بقي عليه من الدين فيكون مبعضا. كيف تكون ديته؟ تكون ديته على قدر ما فيه من الحرية والرق. فيودى دية حر ودية رقيق بالأقساط. فإذا كان نصفه حر مثلا ونصفه رقيق فيكون على الجاني نصف دية حر ونصف قيمة العبد، لأن دية العبد قيمته، دية العبد قيمته بالغة ما بلغت إذا كان كله مملوكا، فديته قيمته. لكن هذا ليس خالصا، بعضه حر وبعضه رقيق، تتجزأ الدية عليه بقدر ذلك، فيودى بقدر ما فيه من الحرية دية حر وبقدر ما فيه من الرقيق من قيمة الرقيق. نعم. وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية أم المؤمنين رضي الله عنهما قال
ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمه ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. رواه البخاري. هذا الحديث يدل على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تركه للدنيا ومتاعها، وأن ما جاءه من المال ينفقه في سبيل الله عز وجل وعلى المحتاجين، ولم يكن يجمع المال ويضخم الأرصدة، لأنه لا يريد الدنيا إنما يريد الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وفي الحديث: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فهذه سيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم جاءوا لدعوة البشرية إلى الله سبحانه وتعالى وهداية الخلق إلى الله، ولم يكن همهم الدنيا وإنما همهم دعوة الناس إلى الخير والجهاد في سبيل الله عز وجل ونصرة دين الله. وأيضا هم يشتغلون بالعبادة في أنفسهم. كان صلى الله عليه وسلم يقوم على قدميه حتى تفطرت من طول القيام، وكان لا يدع قيام الليل حتى ولو كان مريضا، فإنه كان يصلي وهو جالس، ولو كان مسافرا فإنه كان يتنفل ويتهجد على راحلته أينما توجهت به. فهو يشتغل بعمل الآخرة لنفسه وللمسلمين، ولا يشتغل بأمور الدنيا وتنمية الدنيا إلا بقدر ما يعينه على طاعة الله عز وجل. هذه سيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا سيما خاتمهم وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أروي عنه أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أنه مات ولم يترك دينارا، الدينار هو النقد من الذهب، ولا درهما وهو النقد من الفضة، لم يترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة. كان يملك صلى الله عليه وسلم المماليك لكن يعتقه، وروي أنه أعتق 63 أو 63 رقبة بقدر سنين عمره عليه الصلاة والسلام، أعتق 63 رقبة، فكان يعتق المماليك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ما ترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته. البغلة هي ما تولد بين الفرس والحمار، هذا هو البغل. البغل ما تولد بين الفرس والحمار، بغلته البيضاء التي كان يركبها ويجاهد عليها، وسلاحه عليه الصلاة والسلام، وتوفي ودرعه، درعه هو ما يلبس في الحرب، درعه من الحديد، كان مرهونا عند يهودي بطعام اشتراه لأهله. وأرضا كان قد أوقفها، هذه الأرض هي أرض بني النظير، أرض بني النظير في المدينة، لما أجلاهم أعطاه الله أرضهم، وما أفاء الله على رسوله منهم يعني من بني النظير من اليهود: فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، الله على كل شيء قدير. فأعطاه الله أرض بني النظير ولم يبقها على ملكه عليه الصلاة والسلام، وهي مما أعطاه الله له وأحلها له
لم يبقها على ملكه بل أوقفها على المحتاجين من المسلمين. هكذا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عنده من الدنيا شيء هذه حالته عليه الصلاة والسلام. وكان يجوع فيشبع، يجوع تارة ويشبع تارة، ويتعب وينصب مع أصحابه ويمشي ويركب في الغزو كواحد منهم، لا يتميز عليهم بشيء عليه الصلاة والسلام. وكان يقول: ما أنتم بأقوى على المشي مني، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكم. كان صلى الله عليه وسلم كسائر أصحابه لا يتميز عليهم بشيء، حتى إن الذي لا يعرفه إذا جاء وهو مع أصحابه لا يميزه منهم ويقول: أيكم محمد عليه الصلاة والسلام؟ هذه سيرته عليه الصلاة والسلام، وهذا شأنه مع الدنيا، هذا شأنه مع الدنيا عليه الصلاة والسلام. وفيه القدوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فينبغي للمسلم أن لا يعلق همه بالدنيا وقلبه بالدنيا، ويصرف حياته وعمره للدنيا لجمعها وتنميتها، وإنما يكون همه الآخرة، ويأخذ من الدنيا بقدر ما يعينه على الآخرة. وإذا أعطاه الله مالا من هذه الدنيا فإنه يقدمه لنفسه أو يقدم منه لنفسه ما يجده عند الله سبحانه وتعالى في وجوه الخير ووجوه البر، لأنه في الآخرة أحوج منه إلى المال من الدنيا، ذلك بأن يوفقه في سبيل الله حتى يجد ثوابه وأجره مدخرا. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقوا من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فينبغي للمسلم أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يلحق بالرسول صلى الله عليه وسلم، لم يلحق بالرسول أحد في الأعمال الصالحة، ولكن يقتدي به بحسب الإمكان. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فيكون قلب المؤمن معلقا بالآخرة وهمه الآخرة، ولا يهتم بالدنيا، وإن جاءه شيء منها فهو من رزق الله يستعين به على طاعة الله ويقدم منه لآخرته، لأنه في الآخرة أحوج إلى الحسنات وإلى الصدقات وإلى الطاعات. وأما هذه الدنيا فالإنسان يعبر فيها ولو كان يجوع ويشبع أحيانا، الدنيا تمشي تمضي على ما هي عليه، لكن الآخرة لا، الآخرة ما يمشي الإنسان فيها إلا بعمل صالح، وإن لم يكن معه عمل صالح أخطأ وخسر. أما الدنيا لو لم يكن معه دنيا فإنه يعيش في هذه الدنيا، يرزقه الله، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يرزقه الله ما يعيش به. والدنيا أمرها سهل، جاءت أو ذهبت، إلا أنها إذا جاءت فهي فتنة. فعلى المسلم أنه يعرف الدنيا ويعرف الآخرة. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، خرج من الدنيا وليس عنده منها شيء، مع عظم ما يأتيه من الأموال من المغانم ومن الفيء، ولو أراد لانقلبت له الجبال ذهبت، لو أراد ورغب في الدنيا فتحولت له الجبال ذهب، ولكنه آثر أن يجوع يوما ويشبع يوما ويعيش على هذه الحالة عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. أخرجه ابن ماجه والحاكم بإسناد ضعيف، ورجح جماعة وقفه على عمر رضي الله عنه. يمكن تسأل وتقول: ما علاقة هذا الحديث حديث جويرية في باب العتق؟ ما علاقته؟ أنا أقول علاقته أنه ما كان يملك عبدا ولا أمة، بمعنى أنه يعتق عليه الصلاة والسلام. فقد سمعتم أنه أعتق 63 رقبة عليه الصلاة والسلام، كان يعتق، ففيه الترغيب في العتق. وهذه هي المناسبة لهذا الباب. نعم، أعد الحديث. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. أخرجه ابن ماجة والحاكم بإسناد ضعيف، ورجح جماعة وقفه على عمر رضي الله عنه. نعم، هذا الحديث في أم الولد، وأم الولد هي التي تسرى بها سيدها فولدت منه ما تبين فيه خلق إنسان حيا كان أو ميتا. فإذا ولدت منه فإنها تكون أم ولد، تكون أم ولد، تسمى أم الولد، وحكمها أنها تبقى على ملكه ما دام حيا في الخدمة وفي التسري. فإذا مات فإنها تعتق من جميع ماله، تعتق من جميع ماله، لأنه أصبح عتقها معلقا على الموت، معلقا على الموت، ولا يجوز له بيعها ولا هبتها، بل تبقى على ملكه بدون أن يتصرف فيها ببيع أو هبة أو نقل ملك. فإذا ما مات عتق، بخلاف المدبر فقد مر بكم أنه يجوز بيعه، المدبر يجوز بيعه لأن حكمه حكم الوصية، والوصية للإنسان أنه يرجع عنها ويبيعها ما دام حيا، فالمدبر مثل الوصية يجوز بيعه، بخلاف أم الولد فأم الولد لا يجوز بيعها، وهذا قول جماهير أهل العلم أنها لا يجوز بيعها، وإنما تبقى على ملك سيدها بالخدمة والتسري بها وتأجيرها إذا أراد أن يؤجرها له ذلك، لأنه يملك رقبتها ومنفعتها إلى أن يموت فتعتق عليه وتكون من جميع ماله. نعم، أعد الحديث. وعن ابن عباس قال: وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما أمة ولدت من سيدها. أيما أمة يعني كل، هذا بمعنى كل أمة ولدت من سيدها، ولدت مولودا، ولدت ما تبين فيه خلق الإنسان سواء كان حيا أو ميتا. فهي حرة بعد موته. فهي حرة بعد موته، أما في حياته فإنها مملوكة له، حكمها حكم المماليك إلا في نقل الملك، لا يجوز له أن ينقل الملك فيها. نعم. أخرجه ابن ماجه والحاكم بإسناد ضعيف، ورجح جماعة وقفه على عمر رضي الله عنه. يعني يكون من كلام عمر، ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، ولكن عمل الصحابة على هذا، عمل الصحابة على هذا جمهورهم وأكثرهم. نعم. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. رواه أحمد، صححه الحاكم. هذا الحديث فيه فضل
إعانة المحتاجين، إعانة المحتاجين، من أعان مجاهدا في سبيل الله أعانه بأن وفر له السلاح ووفر له النفقة في سبيل الله وخلفه في أهله بخير. من جهز غازيا فقد غزا، فمن أعان مجاهدا على الجهاد في سبيل الله بأن وفر له متطلبات الجهاد أو أعان مكاتبا، أعان مكاتبا، وهذا هو محل الشاهد من الحديث للباب، فدل على استحباب إعانة المكاتب على أداء دين الكتابة، لأن هذا فيه إعانة على الحرية، إعانة على الحرية ورفع الرق عنه، فهو مقصد عظيم. فمن أعان مكاتبا على أداء كتابته حتى يعتق، وهذا مأخوذ من قوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاه، يعني أعينوهم. والمكاتب من أصناف من تدفع لهم الزكاة، قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، المراد بالرقاب المكاتبون، فإعانتهم من الزكاة أمر جائز شرعا حتى يؤدوا، يعني لهم حق في الزكاة من جملة الأصناف الثمانية. أو أعان غارما، هذا هو الثالث، أعان غارما، والغارم هو المدين، الغارم هو المدين الذي لحقته غرامة استدان ولا يستطع التسديد، فهذا يعان من الزكاة ويدخل في الغارمين في قوله تعالى والغارمين، وهو من أصناف أهل الزكاة. الغارم على قسمين، غارم لنفسه وهو الفقير المدين، وغارم لغيره وهو المصلح بين ذات الذيل ويتحمل مالا لأجل الإصلاح بين الناس، فهذا غارم لغيره، هذا يعطى ولو كان غنيا، يعطى من الزكاة ولو كان غنيا تشجيعا له على الإصلاح. وأما الغارم لنفسه وهو المدين المعسر فهذا لا يعطى إلا إذا كان فقيرا. قوله والغارمين يشمل الاثنين، الغارم لغيره وهو الغارم لإصلاح ذات البين، والغارم لنفسه، والذي معنا الآن هو الغارم لنفسه الذي عليه غرامة ولا يستطيع تسديدها. فمن أعان واحدا من هؤلاء الثلاثة، المجاهد في سبيل الله والغارم والمكاتب، أظله الله يوم القيامة في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، وهذا ثواب عظيم، لأن الناس يكونون في يوم القيامة في الحر والشمس تدنو منهم الشمس ويأخذهم العرق ويتفاوتون في العرق، منهم من يلجمه الغرق الجامد لشدة الحر، فأصحاب هذه الأعمال الصالحة يكونون في ظل يوم القيامة ولا يحسون بهذا الحر، لا يحسون بهذا الحر. وفي الحديث سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هؤلاء يظلهم الله يوم القيامة في ظله، والناس في الحر الشديد والشمس في المحشر. نعم، فهذا فيه الترغيب على إعانة المكاتبين على تسديد ديونهم حتى يعتقوا، وهذا مذكور في القرآن، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم
وفي قوله تعالى وفي العقاب. نعم. كتاب الجامع. كتاب الجامع يعني أحاديث الأحكام انتهت. وأراد رحمه الله من عادة المؤلفين أنهم يجعلون كتابا جامعا جامعا لأنواع من أنواع العلوم لا تختص بباب معين، وإنما تكون أحاديث في مواضيع مختلفة. هذا هو الجامع. الكتاب هو ما يجمع أبوابه، والباب ما يجمع فصوله، والفصول ما تجمع مسائل. هذه من سلاحات المصنفين، والغرض من هذا تسهيل القراءة على طالب العلم، لأن الكتاب لو كان كله من أوله إلى آخره متواصل مل الإنسان، لكن إذا كان مفصلا إلى كتب وإلى أبواب وإلى فصول وإلى مسائل فهذا مما يسهل عليه القراءة. مثل المسافر، المسافر إذا كان الطريق فيه علامات تدل على ما قطع وعلى ما بقي فإن هذا يسهل عليه السير في الطريق. أما إذا كان يسير ولا يدري ما الذي قطعه وما الذي بقي فإنه يسأم من التعب. كذلك القارئ إذا كان الكتاب كله من أول إلى آخره ليس فيه تفصيل فإنه يسأم من قراءته وتتداخل عليه العلوم، لكن إذا فصل هذا التفصيل كان ذلك أشجع للقارئ وأريح له.